غريب شوية، هيكون عنا تحدي واحنا مش هنقول التحدي دلوقتي، هنقول بعدين نص الفيديو. وطبعا احنا شايفين ان انتوا قاعدين في البيت في قناتنا، احنا سنيكم شوية. طبعا هيكون عنا قبل ما نبلش تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت شير ويا بلش. طبعا الفيديو هيكون مع هذا الطبق. هذا الطبق احنا بس حابين نسليكم انتوا تتبسطوا معنا. دلوقتي خلي مونا تفرجيكم طريقة الفيديو. لمونة هي الكورة، بعدين هيكون عندنا تفاحة هنا واحدة. احنا طبعا مش هنقول لكم ايه اللعبة، هنقول لكم بعد ما نجهز التفاحة. خلينا نعملها ونرجع لكم اللعبة. خليني انا ابدا معاها. هني هون اللمونة. دلوقتي خلصنا ووصلنا لحد صح. لون لنا
لذيذة جدا. وانت؟ انا كمان لانا شايفة ان انا اول مرة اطلع بطريقة على طول. اوكي يلا لانا واحد سب 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 تعدي؟ عشان هي ما بتعرفش تلعب كلها كده؟ واحد دورك تاني العبي. لا دورك. ماسك فين الليمون على جهه ثانيه؟ عاوزه تشوفي وين هتشوفيها. قريبه قريبه هنا. اوكي تمام. واحد تبعتين. اقول لك الحل. انت نفسه. انا طبعا انت هنا هتشوفي وين الليمونه التفاحه هنا. اوكي واحد اثنين ثلاثه. تجيب الكرة هون. تجيب الكرة هون. وهنا تلعب ثاني. دلوقتي مانا راح يلعب ثاني. اوكي. ماشيين. راح اطلع هذه كمان. تكون عندي 2 بوينتس. او هذا. مش عارفة اطلع هذا؟ لا انا مش هحكي. لا. انا عاوزة اكسبه كده. لا. وانا تقريبا فاز. يس! هلا انت. لو شوتت ممنوع تشوت لو ما طلعت برا الحلقة الثانية؟ لا خسارة. ايش هذا؟ استنى لا ممنوع اوكي بشوت وممنوع تشوت هاي كمان. برضه شوت من هذا ايوه هذا لا هذا هذا يس واخر دوري وادي هلا انا عندي 4 بوينت فانا تقريبا الفايز. انا راح احسب نفسي ولا كنت راح تطلع برا يمكن ما تطلع ما بعرف امسكها كده يا لاتير عندها بوينتس وانا عندي 3 وانا 1 بس انا عندي 4 دلوقتي هاي التفاحة حتكون في السلة وهي راح تكون هنا هاي انا عندي 4 بوينتس وانا عندي 1 دلوقتي زي ما انا شوت هاي كثير فانا شوت هاي كمان كثير ماشي خلينا نشوف لو تقدر تشوفي مرة لا كده كده في النور كده هل انت يا طلعتها مرة ثانية؟ اثنين ثلاثة دلوقتي ناخد
لا 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 بابا سامع ممنوع تشوتي هل انت انا انا دلوقتي انا الحفوظ لقيتي ثلاثة مش أربعة لا انا أربعة لقيتي ثلاثة انا ثلاثة لا انا ما حكيت ثلاثة لا أربعة وأربعة ثلاثة ماشي ثلاثة شوفيها دلوقتي نشوف هاي والله انا على سفر يس اوكي أربعة أربعة دلوقتي دول لنا شوتي لنا اوكي دلوقتي لنا تلعب تاني بس لنا الاحسن مين في لنا لنا نلعب مين هناك لنا روح لا على لنا لا روحي لا خلينا نلعب هنا خلينا لنا تيجي التفاحة دي اوكي عشان تكسب يلا دلوقتي لنا تعالي لنا لا انا هذه ليه راح تلعب اوه برافو اوكي شفتي دور مهند الثاني لا تحاول اكون دور مهند هل انت سوري هناك فوت هناك حبيبي لا 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 ليه ممنوع دلوقتي نشوف هذول دلوقتي مهند احنا لا اذا شفت هذه لا بدي اشوفها هلا انا عندي ما انا عندي خمسه وانا اربعه لا يعني انا تقريبا الفايز لا لكن خليتها مكانها لا انا حطيت وحده هون بعدين جبت اوكي تمام دلوقتي دور محمد هلا راح اشوت من هذه سيارة تيجي لا هل انت رد وراء في الوقت دوري هل انت رد وراء خليني اكون معي يلا تمام دلوقتي انا هشوف دلوقتي انا اشوف دي دي ودي ممنوع اشوفهم اشوف انا دي انا عارفه ان انا هخسرها هل انت الدور لنا هل انت الدور لنا اوكي خلينا نلعب جوله ثانيه كون شاطرة شوية ساعديني يلا ساعديني بسم الله يس هل انت انا عندي ستة اوكي دلوقتي هيك تكون في الصح خمسة اوه ماي جاد مهند عنده خمسة ستة لا خمسة لا المرة اللي فاتت عملت واحدة اوه ستة وانا اربعة هل انت راح احط من هناك زي ما شايفين صعب كثير هل انت احط هل انت دور هاي طيب تجي هنا هل انت تجي من هنا شكلي لنا عندها فوق المدر عندها اربعة وانا عندي بس انسان انا راح يلعب ثاني غير مره بس انت دلوقتي
حيكون الاثنين وهم اثنين لانه فوق الستة بوينت ممنوع الواحد يلعب في مرتب. خلاص دلوقتي؟ اوكي جولة صعبة جدا جدا جدا. وطبعا هاي الجولة الأخيرة. دلوقتي خليني ألعب دور. كمان فاز. طبعا شغل العقاب لنا. فاز. فاز. وياريت يعجبكم هذا الفيديو ويعجبكم اللعبة. احنا بس قررنا بس انه نسليكم من بعد ما احنا قاعدين في البيت وطلعنا فيروس كورونا. الحين طبعا ما بنخرج وسنت دلوقتي زي ما شايفين اهو 10 في الطبق تقريبا هم حطوهم نصهم. ويا ريت يعجبكم هذا الفيديو. هذا كان الفيديو اليوم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وكومنت.